عم ما تتعبش نفسك، والله العظيم هتتصلح. والله هتتصلح ما هوريك. انت عارف يا ابني دي اخر مره اتحركت فيها امتى؟ دي ما اتحركتش من ايام الثوره. مش مهم، المهم ان انا هصلحها. وعلى ايه يعني ده كله؟ من جمالها قوي يعني. يا ابني مش مهم هي كانت عامله ازاي، المهم هتبقى عامله ازاي. ماشي يا عم براحتك. طب بدل ما انت قاعد تكئب نفسك وتكئبني معاك، ما تساعدني بقى عشان نشغلها. اشتغل في دي يا صلاح؟ ده انا اقل واحد في دفعتي ما يرضاش احط ايده فيها اصلا. اصحابي اللي اشتغلوا في الخليجي واللي عدوا واللي اشتغلوا في الالماني، يا ابني العربيه دي ما فيهاش امل. يا شباب يا ابو صلاح، مش هتصلح العربيه دي؟ تعالى يا عم ادي ايدك ساعدني. لا يا عم طنش تعيش تاكل قريش. جرب تدور تاني كده. ساعدني يا عم. مش هتتصلح. قوم بص عليها. طيب بص تاني. دور كده. دور تاني. طيب يعني عربية بقالها 50 سنة ما اتحركتش، تفتكروا فيها بنزين؟ يعني هما سابوا لنا حاجة ناكلها عشان يسيبوا لنا بنزين. فيها بنزين؟ أحسن في شركة بنزين ولا ما فيش؟ حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة.